لأنه ربما هناك البعض يرى بأنه إسرائيل اليوم تريد أن توهم الشعب أو الجمهور الإسرائيلي بأنه هناك انتصار تم تحقيقه في رفح، بينما على أرض الواقع حتى ولو كان نصر زائف الوقائع لا تقول ذلك. ما رأيك سيد وديع؟ يعني لم يتم القبض على يحيى السنوار، لم يتم القبض على الضيف، لم يتم استعادة 120 أسير، ما هي الإنجازات أو ما هو الانتصار الذي حققته إسرائيل غير القتل في غزة؟ نعم، تحياتي لك ولضيفك الكريم وكل المشاهدين. بالتأكيد هذا التصريح إذا صدق، وعلى ما يبدو هو صادق، لأن هناك تسريبات من مصادر مختلفة ومن جهات مختلفة تفيد بأن جهات رسمية في إسرائيل تتجه للإعلان عن الانتقال للمرحلة الثالثة وعن إنهاء الحرب بشكل أو بآخر والانتصار على حماس، مع استمرار العمليات الموضعية المحددة كما قال ضيفك الدكتور محمد. هو صادق بمعنى أن هناك تصريح بذلك وليس صادق بالمزاعم التي تقولها إسرائيل، هكذا تقصد؟ نعم، أنه إذا صدقت التسريبات أنه فعلا هناك نية قرار لدى صناع القرار في إسرائيل، هذا يدلل على أمر في غاية البساطة كما قلتما قبل قليل، أن إسرائيل تريد أن ترسم صورة بوعي الإسرائيليين والفلسطينيين والعالم بأنها انتصرت، وهذا جزء من المعركة المفتوحة على مصراعيها، المعركة على الرواية، المعركة على الوعي. منذ أن بدأت هذه الحرب إسرائيل وجدت نفسها متورطة في حرب استنزاف مكلفة موجعة، نزيف دبلوماسي ونزيف اقتصادي وخسائر بشرية تلحق تصيب الجيش الإسرائيلي، وهذا ما دفع يعني صناع القرار مرة أخرى إذا ما يعني صدقت هذه التسريبات فعلا، وهناك مؤشرات على أن إسرائيل تتجه بهذا الاتجاه، الخسائر التي لحقت بالجيش الإسرائيلي هي العامل الحاسم في هذا الموضوع، لأن هناك أوساط في إسرائيل أيضا ممن تصوت لهذا الائتلاف ومن أتباع اليمين ترى أن هناك فشلا في إدارة هذه الحرب التي طالت 9 شهور، ومن خلال سلم أولويات هذه الحرب تكتيك إدارة المعركة، وكان كثير من الانتقادات حول الموضوع، مثلا لماذا تركت رفح للمرحلة الأخيرة، لماذا لم يتم قطع شريان الحياة منذ البدايات، خاصة أن يعني إسرائيل تتهم حماس بأنها تستورد الأسلحة والذخائر من خلال أنفاق التهريب ومن خلال معبر رفح وما إلى ذلك. وللتذكير فقط لما يعني سبق وتوقفتما عنده بما يتعلق، هل هذا صحيح، إلى أي مدى هذا يتطابق مع الواقع الإعلان عن الانتصار، كان بالإضافة لهذه التصريحات الإسرائيلية بأن أجهزنا على 50% أو 40% من قوات حماس، كانت هناك تقديرات أمريكية متتالية في عدد من وسائل الإعلام الأمريكية الرصينة المحترمة التي قالت شهرا في الشهور الأخيرة أن إسرائيل لم تتمكن من القضاء إلا على نسبة قليلة من قوات حماس لا تتجاوز 30%، وحتى على الأنفاق أستاذ صحيح. يعني حتى على الأنفاق يقال صحيح. هناك من يقال بأنه ما زال هناك 80% من شبكة أنفاق حماس قادرة على تخزين الأسلحة. نعم، القول الفصل يعني أقول لك ببساطة، وأنا لست بصاحب تجربة عسكرية، ولكن كل من في برأسه نصف عقل يستنتج إذا ما استمرت العمليات المقاومة في قطاع غزة وتلحق الأذى بالجيش الإسرائيلي، إسرائيل تستطيع أن تقول أنها انتصرت وحققت يعني نصرا مظفرا مطلقا حاسما كما تشاء، ولكن هذا ربما يحولها إلى كاريكاتير إذا ما نجحت المقاومة الفلسطينية بالاستمرار بالمقاومة وتكبيد الجيش الإسرائيلي بهذه الخسائر الموجعة. هذه الفجوة ما بين الأقوال والأفعال ستحول إسرائيل من هذه الناحية على الأقل إلى رسم كاريكاتير، وهناك حتى في إسرائيل من يتندر حول مثل هذه التصريحات العالية، خاصة كما قلت حضرتك قبل قليل أن الامتحان هو ما قاله الإسرائيليون. قالت إسرائيل منذ اليوم الأول نحن ذاهبون بهذه الحرب إلى تحطيم إسقاط حماس واستعادة المحتجزين كهدفين جوهريين أساسيين، وحتى الآن ونحن في الشهر 9 لم تحقق إسرائيل. ولذلك ربما يتساءل عدد كبير من الإسرائيليين أيضا، كيف يمكن أن تنتصر إسرائيل طالما أن الهدفين لم يتحقق، خاصة وأن هناك كثير من الإسرائيليين ممن يعني حذروا منذ الأيام الأولى من تسلق الشجرة العالية ومن أن هناك خلط للحسابات وأن هذه أيضا هنا نتساءل سيدي.